بيبدا الفيلم مع بنت جميله اسمها اليكس واللي بتشتغل في المزرعه بتاعت والدها اللي توفى من سنه في الحرب المهم بعد ما بتخلص بتخرج تتكلم مع والدتها كيت وبيكون هما الاثنين عايشين لوحدهم في المزرعه واللي ورثوها من والد اليكس واللي كان موصيهم قبل ما يموت انهم يفضلوا عايشين في المزرعه ديت وكمان ما يبيعوهاش مهما كان الثمن وفي الوقت ده بيكون في ضابط جيش اسمه سي جي جاله استدعاء من القائد بتاعه وبيقول له القائد ان في كلب اسمه داكوتا ملوش اي 30 لازمه في المعسكر وقرر يستغنى عنه بيقاطعوا سي جي وبيقول ان الكلب دوت كان بتاع والد اليكس وقبل ما يموت هو وصاني يخلي باله منه وبيترجاه انه ما يخرجش الكلب ده من المعسكر بس القائد بيرفض بحجه ان الكلب ده مش شرس وساعتها بيقرر سي جي انه يودي تاكوتا اليكس ووقتها بتروح اليكس تزور جدها عشان تطمن عليه وبتبدا تتناقش معاه بخصوص المزرعه بتاعت والدها بنروح بعدها بقى لظابط اسمه مايك وهو بيقابل اخوه الظابط جاك فبيقول له جاك انه عاوز يشتري المزرعه بتاعت والد اليكس بس مايك بيعرفه ان ده مستحيل لان كيت والده أليكس رفضت تبيع المزرعه ديت حتى لو اتعرض عليها مليون دولار بس جاك بيصمم انه هيشتري المزرعه باي ثمن وبيبان من تصميمه دوت ان في سر خطير جدا بخصوص المزرعه ديت فبيروح يقابل كيت وبيعرض عليها يشتري المزرعه ديت مقابل 3 مليون دولار ولكن زي ما توقعته كيت بترفض العرض فبيعرفها جاك انه مستحيل تلاقي اي حد يشتري مزرعه بالسعر دوت وبيتفق معاها انه هيسيبها يومين تفكر في العرض بتاعه وبعد شويه بيوصل سي جي للمدينه فبيوقفه فبيوقفوا جاك وبيديله مخالفة وبيعرف منه انه رايح لمزرعة والد أليكس وما بيوصل سيجين المزرعة بيتكلم مع كيت وبيقول لها انه جاي عشان يسلمها الكلب داكوتا لانه الكلب بتاع جوزها اللي مات ومتعلق بيه جدا فبتفرح كيت جدا وبتتفاجئ ان داكوتا بيجري وبيروح يقعد جنب قبر جوزها لانه كان بيعتبره انه صاحبه الوحيد فبتنبهر من شدة وفاء داكوتا وبتقرر تربيه وساعتها بتقاطعها بنتها أليكس وبتقول لها انا ما بحبش الكلاب خالص وبالتالي هي مش عاوزه الكلب داكوتا وبعدها بتسيبها وبتمشي فبيقول لها سي جي ان داكوتا حالته النفسيه سيئه لدرجه انه ما بياكلش نهائي من ساعه ما عرف ان والد اليكس مات فبتطمنه كيت انها تهتم بيه وبتطلب منه إنه يصلح لها حنفيه المطبخ فبيوافق سي جي وبيروح يصلحها وساعتها بتكون اليكس قاعده في اوضتها وحزينه وبتبدا تتفرج على حاجات والدها فبيجي الكلب داكوتا يقعد معاها وبيبان انه حبها وتعلق بيها جدا وما بيخلص سي جي تصليح الحنفيه بيقرر انه يمشي عشان يلحق يسافر لبلده، بس كيد بترفض وبتعرض عليه انه يقعد معاهم كام يوم عشان يغير جو، فبيوافق سي جي بشرط انه يساعدهم في شغل المزرعه، وكمان يصلح لهم اي حاجه بايظه، المهم في الصبح بتاخد اليكس الكلب له الحيوانات اللي في المزرعه عشان يحميهم، وساعتها بيصلح سي جي الخشب بتاع قفص الحيوانات، ولما بيخلص بيعلم اليكس ازاي تخلي الكلب داكوتا يسمع كلامها وينفذ كل اوامرها، وبتشرح لها انها خايفه جدا تتعلق بالكلب وفي الاخر يموت زي ما حصل مع والدها. بس والدتها بتقول لها ان الكلب ملوش حد دلوقتي وانها لازم تهتم بيه لانه ذكرى من والدها فبتقتنع اليكس بكلامها وبتبدا تحب الكلب داكوتا وبتتعلق بيه جدا والاول مره بنشوفها فرحانه من ساعه ما والدها توفى فبتاخد الكلب داكوتا وبتروح توريه لجدها وبعدها بتخرج تتمشى في المدينه وبتقابل الظابط مايك فبيعرفها مايك على ابنه ايسان وبيقول لها ان الكلب بتاعه مميز جدا وواضح عليه كمان انه كلب قوي فبتشكره اليكس وبترجع للمزرعه وهناك بي الظابط جاك يتكلم مع سي جي وبيسأله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له سي جي دي حاجه ما تخصكش، واثناء كلامهم بيحفر الكلب داكوتا في الارض فبيطلع صخره شكلها غريب جدا، فبتاخدها اليكس وبتقرر تحتفظ بيها، وساعتها بيكون جاك مركز جدا مع الصخره وبيبان انه مخبي حاجه، وبعد شويه بتروح اليكس تقعد مع جدها وبتتفرج عليه وهو بيلعب جولف، وفجاه بتسمع صوت انذار حريق وبتروح تشوف في ايه، فبتلاقي والدتها كيت هناك لانها بتشتغل في المطافي وبيطلع اصلا ما مفيش حريقه ولا حاجه وبيتضح ان في ست عجوزه هي اللي رنت جرس الانذار وده عشان المطاف يساعدوها ويجيبوا لها القطه بتاعتها اللي موجوده فوق الشجره فبتحاول كيت وقتها انها تتسلق على الشجره عشان تجيب لها القطه لكنها بتقع على الارض وما بتقدرش تعمل لها حاجه فبتقع على القطه من على الشجره وساعتها بيروح الكلب داكوتا بينقذها وبيخليها تقع على ظهره فبتفرح اليكس وبتحضنه وبتقول له انه كلب شجاع وبطل وبالليل بيفتكر داكوتا يوم وفاه والد اليكس فبيروح لمكان شغل عشان يبص على صور والد اليكس وبيكون حزين جدا لانه مفتقده، وفجاه بيشوف حرامي لابس قناع وبيفضل ينبح عليه، فبيخاف الحرامي جدا وبيهرب من المكان بسرعه، المهم في الصبح بيجي الضابط مايك ومعه كيت عشان يحققوا في الموضوع، فبيخرج داكوتا وبيجي الضابط جاك وبيستدرجه بالايس كريم وبيبان كده انه عامل له فخ، وبالفعل بيروح داكوتا وراه وبيدخله جاك في مخزن عربيات قديم، وبيجيب اثنين عشان يمسكوه، بس داكوتا بيكون ذكي جدا وبيهرب منهم بسهوله، وبعد وبعدها بيرجع تاني لأليكس وبعد شوية بيتكلم سي جي مع كيت وبيقول لها أنا عاوز أعترف لك بحاجة مهمة جدا بس قبل ما يكمل كلامه بتيجي مكالمة لكت وبتعرف إن في بيت بيتحرق في المدينة فبتروح على هناك بسرعة هي وأليكس والكلب داكوتا وأول ما بيوصلوا بيعرفوا إن في ست جوه البيت فبتقرر كيت إنها تدخل لوحدها عشان تنقذها بس أول ما بتقرب من الباب بينفجر في وشها وبتقع على الأرض فبيدخل الكلب داكوتا للبيت وبيفضل ينبح في وش الست وده عشان يفوقها ويخليها تخرج البيت وساعتها بيحاول سي جي انه يطفي الحريقه وبتدخل كيت للبيت بسرعه وبتنقذ الست في اخر لحظه وبتخرج بعدها من البيت فبتحضنها اليكس وبتقول لها انها كانت خايفه عليهم واثناء كلامهم بيسمع داكوتا الصوت في الغابه وبيدخل يشوف في ايه وفي نفس الوقت بيروح الظابط جاك يتكلم مع كيت وبيطلع اصلا انه بيحاول يشغلها عشان يخلي رجالته يروح يمسكوا الكلب داكوتا في الغابه وبيحطوه في شبكه صيد وبعدها بيمشي جاك بسرعه فبتقول اليكس لوالدتها كيت انها مش لاقيه داكوتا في اي مكان فبترجع البيت وبتقعد لوحدها وهي متضايقه فبتحاول كيد تطمنها وبتقول لها ان داكوتا اكيد في الغابه وبالكتير قوي على الصبح هيرجع وبعدها بتخليها تنام فبيجي سيجي جي يتكلم معاها وبيعرفها انه لازم يمشي بكره ويرجع للمعسكر بتاعه وبيقول لها انه لازم يعترف لها بحاجه مهمه هي ما تعرفهاش ان جوزها ضحى بنفسه عشان ينقذه هو وانه لو ما كانش انقذه كان زمانه عايش معاها دلوقتي هي وبنتها اليكس وبيعرفها انه حاسس بالذنب جدا وإنه هو السبب في موت جوزها بس كيد بتقاطع بتقول له انت مالكش ذنب في حاجه وانه جوزها اكيد انقذه لانه صديقه الوحيد وتاني يوم بتخرج اليس وبتوزع صور الكلب داكوتا على الناس في المدينه فبيجي ايسان ابن الظابط مايك وبيقول لها انا عارف مكان داكوتا فبياخدها المركز الشرطه وبيعرفها انه عمه جاك حبس داكوتا في زنزانه جوه المركز فبتدخل المركز عشان تحرره وبيتصل بيها ايسان وبيبلغها ان جاك وصل لمركز الشرطه وجاي عليها فبتستخبى وبتحاول تهرب هي وداكوتا بس بتلاقي مايك قدامها وبتفتكر انه شرير زي جاك لكنها بتتفاجئ انه بيساعدها عشان تهرب من مكان هي وداكوتا فبتطلع تجري لبعيد وبتشكر ايسان على مساعدته ليها فبيقول لها انه شاف خريطه للمزرعه بتاعت والدها في بيت عمه جاك وانه لحد دلوقتي مش عارف هو ليه مهتم قوي بالمزرعه دي بالذات فبتتجاهل كلامه وبترجع للبيت وهناك بتلاقي والدتها كيت بتودع سي جي وده لانه هيمشي وهيرجع للمعسكر بتاعه فبيوعدهم سي جي انه هيجي يزورهم وكمان هيطمن عليهم اول ما ياخد اجازه وبعدها بيركب عربيته وبيمشي وفي الوقت ده بيتكلم الظابط جاك مع اخوه مايك وبيعترف له انه عاوز يشتري مزرعة بتاعت والد اليكس وبأي تمن لان تحتها الماظ وذهب كتير جدا وقيمتهم بتقدر باكتر من 300 مليون دولار وده السبب اللي خلى والد اليكس يرفض يبيع المزرعه نهائي ولحد دلوقتي محدش عارف مكان الألماس دوت غير الكلب داكوتا عشان كده هو عاوز يمسكه قبل ما يكشف مكانه الكيت و اليكس ويخلوهم ياخدوه فبيقطعوا مايك وبيقول له ان اللي بيعمله دوت اكيد غلط ولا مش من حقه ابدا بيجبر كيت على بيع المزرعه، المهم بالليل بتدخل اليكس للمخزن بتاع مزرعة. وبتلاقي فيه خريطه قديمه بتدل على مكان الالماز. لكنها ما بتكونش عارفه الخريطه دي بتاعت ايه بالظبط. المهم تاني يوم بيروح جاكي يتكلم مع كيت وبيعرفها من البنك هيحجز على المزرعه ديت في خلال اسبوعين، لان جوزها كان واخد قرض بضمان المزرعه ديت وبيعرض عليها انه هيشتري منها المزرعه وكمان هتسدد ديونها وهتاخد مبلغ كويس جدا تعيش بيه هي وبنتها، فبتطلب منه انه يديها مول عشان تفكر. لما بيمشي بتتكلم مع أليكس وبتقول لها إنه مفيش حل غير إنها تبيع مزرعة وده عشان تضمن لها مستقبلها فبترفض أليكس وبتقول لها إن والدهم وصاهم ما يبيعوش المزرعة ديت مهما حصل وبعدها بتسيبها وبتدخل أوضتها فبتبعت رسالة صوتية لسي جي وبتترجاه يرجع لأن محتاجاه ضروري وبالليل بتصحى كيت على صوت غريب في البيت فبتتفاجئ إن أليكس وداكوتا مش موجودين في البيت وبتخاف جدا لا يكون حصل لهم حاجة فبتتصل على جد أليكس وبتحكي له على كل اللي حصل فبيروح جدها للظابط جاك وبيكون شاكك انه عمل حاجه في أليكس فبيحاول يضربه بمضرب الجولف لكنه بيتعب وبيقع على الارض فبيتصل جاك بالاسعاف عشان تنقله المستشفى وفي الصبح بتصحى أليكس وبيطلع انها كانت نايمه في الغابه هي والكلب داكوتا وفي نفس الوقت بتروح والدتها كيت عشان تطمن على جدها وبتعرفه انها لحد دلوقتي ما لقتش أليكس وقلقانه جدا عليها فبيدخل جاك وبيقول لها انه امر كل ضباط الشرطه عشان يدوروا على أليكس وبيعرفها انه قرر يرفع سعر المزرعه ومستعد يشتريها ب فبتضطر كيت انها توافق لانه ما قدامهاش اي حل تاني بس قبل ما تمضي على العقد بيجي سي جي وبيمنعها وبيقول لها ما تبيعش المزرعه مهما كان الثمن وبيوعدها انه يفكر في طريقه عشان يسدد ديونها من غير ما تبيع حاجه فبتوافق كيت وبالفعل ما بتمديش على العقد فبيتضايق جاك وبيقول لهم انه هيشتري المزرعه ديت سواء بارادتهم او لا لكنهم بيتجاهلوا كلامه وبيعرف سي جي ان اليكس وداكوتا مختفين لحد دلوقتي وما يعرفوش مكانهم فبيقرر يروح يدور عليهم هو وكيت وساعتها بتعرف اليكس مكان الالماظ اللي في المزرعه وده من خلال الخريطه اللي هي لقيتها قبل كده وفي نفس الوقت بيوصل جاك للمزرعه وبيحرق كوخ الفراخ عشان يضغط على كيت وبالتالي هيخليها تبيع له مزرعه غصب عنها وما بتعرف باللي حصل بتقرر هي وسي جي يروحوا للمزرعه وساعتها بتحفر اليكس في المكان اللي فيه الألماز وبتلاقي قطعه ألماز فيها تراب وبتكون فاكرها مجرد صخر عاديه فبتكمل حفر هي وداكوتا وبتلاقي صندوق صغير جواه رساله من ابوها وبيقول فيها ان المزرعة ديت فيها كنز كبير جدا بس هي بالنسبة له أكبر كنز في الحياة وفجأة بتلاقي إن إيسان جاي بيقول لها إن المزرعة بتاعتهم بتتحرق فبتروح لهناك بسرعة وبتكون كيت والسي جي بيحاولوا يطفوا الحريقة ولما بتوصل بتلاقي إن جاك واقف بعيد ومعاه جيركن بنزين وساعتها بيطلع يجري بسرعة فبيروح الكلب داكوتا يعضه وبيوقعه على الأرض فبيشوفوا سي جي وكيت وبيشكوا فيه وبيسألوا الظابط مايك عن جيركن البنزين اللي في إيده فبيكذب جاك وبيقول له إنه أخده من الشخص اللي حرق المزرعه وساعتها بيشم الكلب داكوتا بنزين على الارض فبيحدف جاك عود كبريت على الارض عشان يحرق بيت كيت بس داكوتا بيكون اذكى منه وبيروح يحفر حفره قدام البيت وده عشان يمنع الحريقه انها توصل له. وبيكون كلهم منبهرين بذكائه فبيقرر الظابط مايك انه يقبض على اخو جاك وبيروح يدي كيت قطعه الماس وبيعترف لها ان المزرعه بتاعتها مليانه ذهب والماس وده السبب بقى اللي خلى جاك عاوز يشتري منها المزرعه فبيفرحوا كلهم جدا بالخبر دوت وبيقرروا يدوروا على الالماس عشان يبيعوه ويسددوا ديون المزرعة وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة